بعد غياب 3 سنوات. المغنية البريطانية أديل تعود إلى جمهورها بألبوم 25 الذي أصبح أكثر الألبومات مبيعاً هذا العام. أغنيته الرئيسية هالو شوهدت أكثر من 300 مليون مرة على موقع اليوتيوب. لنتعرف في هذا التقرير على بقية الأغاني والألبومات التي شدت إليها الجمهور في العام الحالي. أبتاون فانك هي الأغنية الرئيسية لأول ألبومات المنتج الموسيقي البريطاني مارك رونسون بعنوان أبتاون سبيشال، والذي حقق نجاحاً باهراً عند صدوره في شهر يناير الماضي. أبتاون فانك هي ديو جمعت مارك رونسون بالفنان الشهير برونو مارس، وحققت نجاحاً منقطع النظير، كما احتلت المراتب الأولى في سباق الأغاني في المملكة المتحدة. فيني كورا هو الألبوم التاسع للمغنية والملحنة الأيسلندية بيورك الذي أصدرته في يناير الماضي، وعبرت فيه عن خفايا علاقة الحب التي جمعتها بالفنان ماثيو بارني. ألبوم فيني كورا عرف إشادة كبيرة من قبل الجمهور والنقاد. فرقة كولد بلاي تعود مؤخرا بألبوم جديد عنوانه هاد فول اوف دريمز. أغنيته الرئيسية أدفانسر اوف لايف تايم صورت بطريقة الرسوم المتحركة ولاقت استحسان الجمهور. ديليريوم هو الألبوم الثالث للمغنية البريطانية إيلي جولدينغ الصادر في بداية شهر تشرين الثاني الماضي. الألبوم حقق مبيعات قياسية منذ الأسبوع الأول لصدوره. مغني الراب الكوري الجنوبي ساي صاحب الأغنية الشهيرة كانغنام ستايل يعود في الفترة الأخيرة بألبوم جديد بعنوان تشيل جيب سايدا أو ألبوم ساي السابع، وفيه يغني هذا الفنان باللغتين الكورية والإنجليزية. أغنيته الرئيسية دادي حققت بدورها نجاحاً كبيراً. ألبوم ساي الجديد يضم 9 أغاني تتنوع أساليبها الموسيقية بين الهيب هوب والراب والبانك. جاستن بيبر أصدر في 22 الماضي ألبومه الجديد بعنوان بربوز. أغنيته الرئيسية وديومين لاقت نجاحاً منقطع النظير في صفوف عشاق هذا المغني الكندي الشاب الذي يستعد للقيام بجولة فنية عالمية العام المقبل. مغنية البوب الأمريكية مادونا أصدرت في شهر آذار الماضي ألبوماً جديداً اختارت له عنوان ريبل هارت، الذي اعتبر من أفضل ألبومات هذه الفنانة خلال العقد الماضي، وبيعت منه حوالي 650 ألف نسخة. أغنيته الرئيسية ليفينغ فور لاف تصدرت بدورها ترتيب الأغاني في عديد الدول الأوروبية.